أنا كنت في حلقات سابقة كنت قد طلبت من جامعة رئيس جامعة ذي قار أن يقول لنا النتائج التحقيقية بقضية التي حصلت قضية اغتصاب الطلبة. مع الأسف أنه السيد رئيس الجامعة للأمانة أريدك تسمعني وردتني عليك شكاوى كثيرة تباعا أنا سأعرضها. أنت ما كلفت رئاسة الجامعة ولا كلفت أحد أن تطيني نتائج الإجراءات التحقيقية لكن بطريقتي وصلت إليها. خلي أقرأ المشاهدين وعندي ملاحظات أقولها الرئيس الجامعة. هذا هو قرار اللجنة التحقيقية العدد 2582 ب 22/11/22 أمر إداري، الأمر أمامكم. توصية لجنة تحقيقية إشارة إلى الأمر الإداري المرقم 1696 في 6/9/22 والمتضمن تشكيل لجنة تحقيقية، وبناء على ما أقرته اللجنة أعلاه في توصياتها واستنادا للصلاحيات المخولة لنا تقرر اعتماد توصية اللجنة والمتضمنة ما يأتي: غلق التحقيق استنادا لنص المادة 10 من الفقرة 2 من قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 91 المعدل، ولجميع الأطراف سلوك الطرق التي رسمها القانون ومراجعة المحاكم المختصة لإثبات صحة الدعوة. أستاذ دكتور رائد حمود عبد الحسن معاون العميد للشؤون العلمية والدراسات العليا. أي أنا عندي ملاحظات على هذا القرار. إذا توصية اللجنة اللجوء إلى القضاء ليش سويت لجنة تحقيقية من الأول؟ الطرفين تقولهم روحوا للقضاء لأن احنا ما عندنا قانون يسمح لنا أن نقرر. شيء ثاني، اللجنة التحقيقية شنو الملابسات الخطيرة بحيث أنه أما أن تبرئ فلان أو أن تدين فلان؟ وين الصعوبة بهذا الموضوع يا سعادة رئيس الجامعة أو يا عميد الكلية؟ أكو شكوى لطلبة على أستاذ، أما أن يتضح الطلبة كانوا على خطأ فيعاقبون، وأما التحقيق يقول بالأدلة والشهود والإفادات أن الأستاذ على خطأ فيعاقب. وين الصعوبة بهذا الموضوع؟ وإذا هذا الكتاب راح إلى القضاء خوفنا لو أنتم تقول لهم يا بروحوا إلى القضاء والقضية مو يمنه. فأعتقد هذا عليه ملاحظات وتبقى القضية بها ملابسات هنالك. أما الأستاذ مظلوم ظلما كبيرا وأما الطلبة مظلومين ظلما كبيرا. إذا أنتوا تخرجون الأجيال هذه توصيات اللجنة التحقيقية مالتكم بعد ما أدري.